لكل الطرق المتاحة والممكنة، مما سيسمح بجعل القراءة عادة متأصلة ودائمة لدى صغارنا وصغيراتنا من نعومة أظافرهم، فنغتنم الفرصة من هذا المنبر اليوم حتى نناشدكم حضورنا الكريم الانخراط الكامل في بناء مجتمع راقي بفكر سالم، وذلك لا يتأتى إلا بدعمنا كل من مكانته وموقعه لشكل همم أطفالنا، لتصبح القراءة أسلوب حياة يسير معها الطفل أينما حل وارتحل. الكتاب الذي سينقي عقولهم من غرام الجهل وينيره بالعلم والمعرفة والثقافة. فلننادي بالتغيير الذي سيبدأ من هنا. بين أيديكم مطويات، بين أيديكم مطويات بسيطة، اخترنا أن تكون مقتطفا من كتاب يركز على أهمية القراءة، فلنتصفحها جميعا، عساها تكون جذوة توقد لدينا شغف القراءة من جديد. هيا بنا جميعا لنقرأ في دقيقة صمت، دقيقة صمت فقط نستغلها اليوم. فلنقرأ دقيقة. جعلت هذه الورقات بين يديك بهذا الحجم الصغير حتى يتسنى لك قراءتها في وقت وجيز، عساها تكون جذوة توقد لديك رغبة القراءة من جديد. مقتطف من كتاب. الطفل الصغير قبل أن يمشي وتعتاد قدماه على ذلك يمر بمحاولات عديدة ناجحة وفاشلة حتى يستطيع في الأخير أن يمشي. إن الكثير من الأمور التي نطمح لتحقيقها تحتاج لمحاولات عديدة حتى نحققها. نحتاج أن نصبر على فعل ما نرغب فيه ونتجاوز المشاعر التي تقف بيننا وبينها، مشاعر الخوف والكآبة والسؤل، كلها تقف بيننا وبين الأفعال التي لا طالما رغبنا في فعلها. اقرأ بشكل مستمر، كرر المحاولة، اقرأ بعفوية وتلقائية، لا تجعل هناك مقدمات معينة، ولتكن بدايتك بالكتيبات الصغيرة والمقالات القصيرة المحببة لديك حتى ترى أن عملية القراءة أصبحت تسير معك بسهولة. بعد ذلك اقرأ فيما هو أطول وأوسع، اقرأ ولو لم تفهم، فمع الوقت تتكون لديك ملكة الفهم القرائية. إن تجربتك الخاصة هي التي تضيف إليك الفائدة الحقيقية، ومع الوقت ستعرف فوائد كثيرة من جراء قراءتك الخاصة. اقرأ حتى لو أخفقت وانقطعت، اقرأ واجعل علاقتك بالقراءة دائما متجددة. اقرأ ففي كل قراءة تخرج من ولادة جديدة، وكل كتاب ينجبك إنسانا آخر. اقرأ حتى آخر ثانية من عمرك الباقي، فالقراءة تهبك الحياة. علينا نبدي عن القراءة. شكرا لكم. شكرا.